بلا صعيب علينا ما لغة مش مشي نعمل عام وعامين وكذا سنين ونعمل مشروع ونروح على روحي وذاك هو اللغة هذه ينسوها وينسوها ما ثماش أنا من الحكاية ذي رأي ما ثماش رأي كل أحلام كل كذب يكذب عليك اللي يقول لك رأي الله هو مش عاد مش تدخل في الحرام مش تدخل في السرقة أو مش تدخل مش تدخل مش تدخل أوروبا بصفة عامة رأي تغيرت على بكر ياسر 20 سنة التالي وخمسة وعشرين سنة التالي كانت نواخر واليوم ولات نواخر فاقوا الدول الأوروبية فاقوا يعطيك حقك أما هو اللي يفرض عليك شنو حقك مش أنت اللي باش تطلب خما تنجم تطلب خاطر 90% منهم ما يعرفوش حقوقهم شنو في أوروبا أنا واحد منهم حقوقي كاملة ما نعرفهاش أنا هاني عايش وناكل ونشرب وكو كيما فرضوا عليك هما يحسك ناقص يزيدك ويعاونك باش تاكل وتشرب وكاو ويستفيد منك لا اكثر لا اقل معاش خمو تفكير غلط بالله معاش خمو في تفكير غلط خاطر راهو التفكير هذا نتاع 3 أو 4 سنين باش تلم وتعمل وتعمل مشروع وتعمل فلوس وتعمل كذا وتروح لبلادك ما عادش منه راهو الحديث هذاك الكل انتهى مشى على روحه الوقت هذاك وفيه ما عادش صحيح نزلونا على الفلسه اللي توجعنا احنا احنا شنو نلوجوا على الجايين هنا نلوجوا على حياة كريمة ونلوجوا على حياة فيها حقوقك وانفراستركتور باهية وتعليم باهي وصحة باهية هذاك اللي نلوجوا عليه هما فرضوها علينا الشيء هذاك خاطر ضربونا نحن غاديك ضربونا في بلداننا بطريقة ولا بطريقة غير مباشرة ضربونا في صغارنا ضربونا في شبابنا يجي نعطيك انت ما عندك وفي مخك وتكنيسيان وانجينيور وما عرف شنو وطبيب ومحامي ومهندس يجي هنا تخوذ نعطيك الفلوس المفيد طلع لي بلادي وقف لي ببلادي اما راهو كاكل الله في سبيل الله والله لا يعطيك حتى كما قلت لكم راهو ضربونا على الحاجه اللي توجع عندنا نحن ولا هما فرضوا علينا احلامنا هما سطروا لنا احلامنا شنية وعطوها لنا عادي جدا كما تشوفوا الشباب نتاعنا كل باش يطير وباش يجي وباش يحب يخرج من هالبلاد اما راهي بلادنا جنه يا ناس بلادنا راهي جنه والله جنه